اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم من جديد في كاس العرب مقدم لكم من انتل وليجن باي لينوفو بدعم الكامل من رايت جيمز. هذه البطوله للعبه 5v5 ليج اوف ليجندز بالوطن العربي. عم نحاول نعرف مين احسن الفرق اللي موجوده من ال 13 دوله اللي مسجلين معنا في هذه البطوله. يعني عندنا تصفيات محليه لنكتشف مين اقوى فريق من كل هذه البلدان، ومن ثم ان شاء الله هيلعبوا في المراحل القادمه. ولكن من كل هذه المراحل التصفيات اللي عم نتفرج عليها هيكون في جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار موزعة على المراكز الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى التأهل للمركز الأول. شفنا أول مباراة اليوم كانت من التصفيات الإماراتية بفوز تيم لوست، وكان عندنا المباراة اللي فاتت هلأ من أجمل المباريات اللي هي مباراة الأسبوع كانت بين KFC و TGC اللي هو تايتنز جيمينج، والفوز راح لمصعد KFC من الكويت. هلأ صرنا في مازلنا إحنا في الخليج العربي في المملكة العربية السعودية الأرض الأم لواحد من ضيوفنا اليوم الأستاذ عمر رجخان AK ثورند، وطبعا عندنا الضيف الثاني الأستاذ كريم ملولي AK سموث. هل المباراة هتكون بين 299 أو رياض إي سبورت وأبطال نكسس أريبيا EGC إي سبورت اللي للأسف وصلوا إلى اللوزر براكتس، هذه المرحلة الرابعة أو الجولة الرابعة من اللوزر براكتس، معناته الفريق اللي راح يخسر اليوم هيطلع من البطولة بشكل دائم، ولكن اللي بيفوز له مجال أنه يرجع إلى النهائيات هذه التصفيات وفرصة للمركز الأول، أو على الأقل يضمن المراكز الثلاثة الأولى ليطلع له بكاش كاش موني. هذا اللي نبدأ نعد نحكي فيه شوي قبل ما نعد نتكلم على الفرق مع المحللين الجميلين ضيوف الأمامير الموجودين. خلينا نشوف البراكتس مع بعض لهذه التصفيات. طبعا من عارفين إحنا من تصفيات السعودية مبنية على الدبل إليمينيشن، معناته أنه في عنوان البراكتس واللوزر براكتس، الفريق اللي بيخسر بينزل من فقرة الفائزين إلى فقرة الخاسرين ولهم الفرصة أن يرجعوا إلى النهائيات، ولكن إذا بيخسروا مرة تانية بيطلعوا من هذه البطولة بشكل كامل، نقول لهم باي باي، ما إلك لا مصاري ولا إلك أي نوع من التأهل والاستمرار إلى المرحلة الثانية. ولكن اللي أنا كتير كتير مبسوط أهم شيء موضوع المصاري أهم شيء شيء لك شيء تقول شيء تروح البيت أعظم لآخر ولا فطبعا احنا هلا خلال لحظات بدنا نشوف مع بعض البراكتس، ولكن احنا كثير تفاجأنا بفرق جميله جدا. المباراه اللي قبلها صراحه انا كثير مبسوط من التصفيات الكويتيه، فوز كي اف سي بالطريقه اللي فازوها بالتشكيله اللي هم اختاروها. طبعا سموث وثورند احنا عارفين ان احنا ما بنشوف كثير منها الا في المستويات المحترفه، وفي عندنا كمان يعني شفناها في الـ LCS، شفناها بالإنترناشنال بلاي، وقلت لي إن هي 65% بالسولو كيو وين ريت، بس بنفس الوقت محتاجة لعب جماعي، محتاجة تطبيق فردي بشكل كويس طبعا، ولكن اللعب الجماعي أولا وآخرا بالإضافة إلى الماكرو عشان يضمنوا الفوز رايحة جاية. وعرفنا مين هلا حاليا يعني متصدر على الثاني في المباراة. شوف شعورك يا كريم لما تشوف انت فريقين انت بتشجعهم ومتابعهم ولا واحد فيهم خسر ولا مره وفجاه واحد فيهم يعني بيخسر من الثاني، اوكي، لانه اكيد نتيجه المباراه يا واحد خسران واحد فايز، هل تحس انه نفسيتهم تكون اهتزت يعني خلص انتينج وبدون شيء يرجعوا يلعبوا ويروحوا يروحوا يعيطوا عند ماما، ولا بيرجعوا نشيطين اكثر ليرجعوا في الدوري؟ يعني حكيم من دون شك انه اي فريق يطمح انه يصل الى السبليت 2 ويواجه كل احسن فرق من البلدان الاخرى في 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 البطوله الكويتيه، يعني زوز فرق مثل كي اف سي وتي جي اس كانوا قريبين جدا، يعني عندهم نفس العدد من النقاط، فكان رهان عالي جدا على المباراه، ولكن انه تي جي سي خسر المباراه ولكن لازال في فرصة يعني للانتقام ولا للفوز بالبطولة. لازم فريق KFC يعني ما يربحش المباريات القادمة، وفي نفس الوقت فريق TGS يربح المباراة. فأنا من رأيي ومن خبرتي كلاعب فإنه ما تفقدش الأمل، بل واصل وابحث على الأخطاء اللي صاروا في المباريات وتعلم منهم، فممكن يعني تربح المباريات القادمة، وفي نفس الوقت فريق KFC ما يحالفوش الحظ، فكل شيء مازال متوقع وكل شيء اكسبكتد، وممكن يصير اي سيناريو يعني في المباريات القادمه. فماي اونلي يعني ادفايس هي دونت لوز هوب، وتعلم من كل الاخطاء ومن كل الخسائر اللي حدثت. اهم شيء طبعا بدك تقول سولتي، يعني انك ما تكون سولتي اتس
كمان قبلهم مره ثانيه ما حقدر اخذ حقي منهم مره ثانيه. فلو لو لو حفوز جيمين ثلاثه زي ما صار مع اي جي زي وممكن ارجع اقابل نوك اوت اي سبورت ممكن في مجال انه انا يعني استرجع. بس حتلعب في طريق ثاني كده 3 وينز 3 لوسز 3 وينز 3 لوسز I don't know I will be salty. هي انا عارف انك هتكون صوتي. انا عارف ان ثورن اصلا راح يعطينا جواب مختلف تماما عشانك قبل ما يبدا قلت له don't be salty don't be salty don't be salty. هذا تقولها قولها لاي واحد ليج اوف ليجندز don't be salty. شو راح يصير salty اول شيء راح يعمل انه يكون salty. صعب صعب. احنا عندنا يعني الملوحه زايده عندنا يعني الضغط بيطلع وبينزل. انا واحد منهم المباراه والله ما حد بريء من هذا الموضوع نكون صريحين معاك يعني ما حد صريحين. طيب بما انه محتاجين شويه وقت قبل ما نبدا الجيم ونستنى الشباب يدخلوا على البيكتول بانز خلينا نتكلم شوي على الفريقين. رياض اي سبورتس فريق يعني كان الاداء تبعه كويس لابد منه وبالذات ان هم وصلوا هلا الى هذه المرحله من فقره الخاسرين ولكن كان مهجوز شوي اسلوبه هذا اللي سبب انه ينزل الى فقره الخاسرين. خلينا نحكي عنه شوي. ثورن شو ممكن تقول لنا عن الفريق هذا والماتش اب اللي هنشوفه اليوم؟ نفس موضوع لوست. يعني بالنسبه لي رياض اي سبورتس ما شاء الله تبارك الله مكون من مجموعه لاعبين جدا يعني امكانياتهم عاليه بس امكانياتهم الشخصيه عاليه وطريقه لعبهم برضو تعتمد على الاسلوب هذا الاسلوب الاحادي يعتمد على الجنجل حقنا ابو عيد. يعني احنا بنسمي نفسه ابو رغد بس كلنا عارفين انه هيز ذا ليسين مين هيز ذا وان هوز جوينج تو بلاي هيز جوين هوز جوينج تو بلاي ليسين. كل تيم يستنى انه هي ميكس ا بلاي فور ذم تو جو اند دو سمثينج توجذر. وهذه واحده من المشاكل اللي دائما نتكلم عنها لما نتفرج على تيم يعني على تورنمنت يعني عربي. لما تلعب في تيم يو هاف تو ادابت التيم كله السينرجي الكوميونيكيشن التعامل تتكون خطه. الخطه مبنيه على 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 مو انا لازم افوز وانتم تفوزوا معايا او خلينا نشوف واحد منهم فاز اللين وبعدين احنا وي سي وات هابنز. وهذا اللي دائما بشوفه مع رياضي سبورتس تشامبيونز ما في سينرجي مره واضح بينهم واعتماد على المهارات الشخصيه. في المقابل اي جي زي التوتال اوبوزيت. اي جي زي صحيح انه في والله الشباب ما شاء الله عليهم في او تي بيز او يلعبوا تشامبيونز محددين بس يبنوا تيم كومبوزيشن حقهم عاده على فكر يعني مبني انتو تيم بلاي ويطبقوا الخطه حقته وبما التيم الدرافت بدا ليتس جو تو ذا درافت يعني. نعم طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما انتم شايفين على الشاشه اي جي زي موجودين على البلو سايد ورياض اي سبورت موجودين على الريد سايد. اول بان هي ديانا وكريم. طبعا احنا عم نشوف ديانا هاي بيك بان ريت في البطوله هذه بشكل عام بالذات انه تارجت بان لونار كثير عم يختاروها هذه تارجت بان لونار يس يس عشان ما يلعبها. نعم. يعني هيز 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 ان او تي بي ميد ديانا ومش عاوزينه يلعبها يعني بالمس. ممتاز. طيب شو بالنسبه لكم الاختيارات الثانيه اللي راح نشوفها احنا اكثر شيء كريم اي باند تارجت راح يعملوا اي جي زي تجاه رياض ممكن ايريليا ايريليا لانه عندهم او تي بي ايريليا اي بليف في فريق رياض اي سبورتس. من جهه اخرى ممكن نشوفوا باندز فوكست على سيتو في محاوله تقليص الشامبيون بول تبعه ممكن نشوف كاميل اللي هي ات ميكس لوت اوف سنس كبان الجانب سيتو. ممكن كذلك شوفوا بان اوريانا على فير ولا تارجت بان الويكيشي في مونكي وفي ويكيشي يعني الاثنين موجودين في الدرافت ما بعرف يعني فير وينه ولكن نو بروبلم. في بان سونا يعني المحاولة مش فريق رياض ما ياخذ سونا لاكس فهذا لتدمير الديو بوت سونا لاكس. من جهة أخرى بان كيتلين نعرفه كيتلين من أكثر الهاي بيكت اي دي سيز بعد الباف اللي صار وهذا هو الكميل متاع سيت واللي ما صار لها بان في الـ في الـ في, الـ في الدرافت. كنت افضل انه بان كميل على حساب اولاف ولكن نشوفوا الفاست فيرست بيك من طرف سيت وميل كميل تشكن قوي جدا في الليننج فيس كذلك في سبليت بوش والفلانكينجز فشامبيون مهم جدا ولكن في العديد من الكاونتر بيكس اهمهم جاكس فممكن ننتظر جاكس. كذلك في سكيور بيك لفلاديمير I like the counter pick هذه عامة يعني deep sea is a Vladimir player he's a main Vladimir player وياخذوا Vladimir to counter مو to counter
تميل بس اتس سوفت كاونتر لكميل يقدر يتعامل معها. وبما انه ما شاء الله تبارك الله عليه متمكن منها فعشان كذا يمكن قالوا حنسيب كميل خليه ياخذ كميل ما عندنا مشكله وير نات افريت ويتش از ويرد المفروض يعني على صيته تشيله كميل ما فيها كلام يعني انا مقتنع قناعه تامه انه ايش ما يكون سواء يو كان كاونتر هيم ولا يو كانت كاونتر الشامبيون المفروض ما تعطي له كميل انه سيتو ميكانيكلي جيفتد يعني بتخلي له كميل فمتأكدين من إمكانيات ديب سي ومتأكدين إنه فلاد حقه حيسوي أداء كويس وبعدين they went into an ISBIC وأعطوا ميميك الكابابيليتي إنه يسوي كاونتر بيك ميميك برضو يعني هذا يس يومي انتو نيفر مايند هم سابوا له يومي احتمال كبير ياخذ يومي دحين ما بنادوا له اياها لأنه يعني إز يومي إز فيري جود وذ إيتش أذر في الحالة هذه أو حتى إز كارما ممكن إذا يبي يلعبوا حول كنت عم فكر إنه كارما ممكن يكون كارما is very good right now yes أو هلا بالذات يكون مع كميل وست كمان يومي كمان اختيار كتير ممتاز ست يعتبر هلا في الوقت الحالي فليكس بيك كويس حاب أحكي لنا شوي على الكاليستا versus easy يا سموث كاليستا إلى حد الآن تعتبر good laning ضد إزريل لأن إزريل يحبث أكثر الفارمينج والسكيلينج في نفس الوقت كاليستا تحب تعمل ستامب للين تحب تربح الإيرلي جيم وتتفيد وتعمل سنوبول من جهة أخرى أعتقد أنه سيت في هذه الوضعية يكون جانجل لأنه سيت سوبر صار ضعيف خاصة بعد النيرفس اللي صارت للسيت فأعتقد أنه في الجانجل أحسن من السوبورت وفي أكثر بيكس فاليوبل من سيت في السوبورت من جهة أخرى الأنسر بالسوبورت مش تكون نوتيلوس فالان فريق رياض سبورت رياض اسبورت معليه كان يعمل فوكس بان وات ندلي يعني ممكن هذا سيت سبورت يعتبرونه لكن دازنت ميك سنس صراحه انه يسوي بان لندلي او حتى يسوي بان لجريفز لانه اتس نوت ا جريفز ويكي بون اتس كايند اوف اوبفيوس انه احتمال سيت يلعب ميد او جنجل ويعطوا كاليستا الالتي على 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 ست عشان دي جامب من واحتمال ياخذوا الكاليستا تشامبيون اللي هو ما ادري اذا طبعا في ناتوس صعب يديله صعب يديله لولو بس ات وود هاف بين ان اوبشن انه والله ياخذوا له هذا بس كارما لسه موجوده اوبن وما حد بندها في التيمين فاحتمال كبير التيمين والبايوترايزد او ايفر طبعا في الحاله هذه عندنا الريد سايد هو اللي عنده الفيرست بيك فممكن ما يبغوا ياخذوه عشان ما يبغوا اكشلي ما ناتالوس اي ستيل انا ما فهمت يعني هو مانكي بش يكون في الميد يعني اذا فهمت مانكي exactly هو اللي يكون في الميد احتمال انه لاعبين كثير انه تلعب بالجنجل تشامبيون بول في الميد فست ممكن على الاغلب بش يكون ميد لينر وهذا ما يفسر بان نيدلي ولكن ما كانش في بان اخر من طرف الرياض كان بي فليكس بوت ستيل يعني ما هي ستيل فايبل تلعب بوت تنزله وتخليه موجود يعني ايفن دو مع النيرف حقه النيرف اللي حقه جاء نيرف على الدامج اكثر من النيرف على السي سي فست سي سي في البوت لين ما زال كويس وما زال فايبل ومع سينا برضو سوري او مع كاريستا هيز اوكي هيز اوكي انا مشكلتي مع البيك انه تاخذ والله تاخذه كده في ار 3 ولا في بلو 3 انت بتقول لهم هي كاونتر بيك مي طبعا ما زال يعني ما دام انه لسه فليكس في عندهم بوتنشال انه خلو بس في نفس الوقت رياضي سبورتس اوريدي اخذوا ناتالوس من بدري وبينوا يعني they exposed their comp من دون فكر يوجوالي تشوف احد اخذ فليكس سبورت يو ويت فور يور سبورت بيك للنهايه يعني تخليه في بي في ار 5 يعني اخر واحد عشان يو كان كاونتر او حتى ار 4 ات ليست عشان يو كان كاونتر وهذا اللي ما بي يصير دائما من سبورتس شكلها بليس هولدر شكلها لازم يعيدوها شوي طبعا بالوقت الحالي هذا خلينا نحكي بشكل عام شو بالنسبة لكم انتوا الاختيارات الافضل اللي كان مفروض تكون من كل الاطراف انت اللي كنت بتحكي في ار 3 لما تختار انت سات بيكون هو لسه فلاكس ناحية تانية هم كمان اخذوا فيها النوتلس ف يعني ما بيكون بقيلهم الا غير التوب لين عندهم واحتمال يكون توب لين يبين معهم هل هو يكون كاونتر احتمال يكون كاونتر لكميل يعني واضح انه كميل هي اللي راح توب بس كيف ممكن التشكيلة تتغير اذا مثلا سات راح جنجل او سبورت انا ما شايفه رايح ميد صراحة I don't see سيناريو انه هو اللي يروح ميد اما يكون سبورت اذا مانكي ميد فممكن it makes sense شفناه يعني ميد في اي اي سي هنا من مين قالوا لعبوا اي سي مو قالوا الاسبوع اللي فات سيكن من الجيريا yes. وشفناه برضو في ديزي ايجلز مش غلطان yes. وشفناه برضو في حالات يعني في تشامبيونشيبس في يعني في كثير دحين من الميد لينرز المحترفين الكبار جالسين يلعبوا يستعدوا فيه تو كاونتر بيك ستامب سبيسيفيك يا فيعتمد بس زي ما قلنا يعني انا صراحه الى الان ماني عارف اي احد من اي جي زي بلايرز يلعب ست الا جنجل الا مونكي
عشان كذا يس طبعا مشعل ديفينتلي سبورت. فيا انه حيكون جنجل يا انه حيكون سبورت من احتمال كبير يعني هذا الاحتمال الوارد. لا بس على فكره ويكي كمان يعني هي كان ايزلي بيك اب ما عمره شفته يلعب نهائيا. وويكي ويكي ويكي مش من الناس اللي اشوفه ياخذ شامبيون جديد ويادي بيادا كويس من دون ما يلعب نهائيا. كذلك هلا كذلك يعني هم نفس البانز مزبوط يس اي بليف شود بي Yeah. لازم يكونوا نفس البانز. اعتقد كذلك انه مشعل ما اعتقدش انه سيت من المين تشامبيونز تبع مشعل بنحس مشعل اقوى على تشامبيونز مثل ثريش وبايك او كذلك مورغانا حب سنة ومورغانا هو وكارمي وفعلا yep. yes. عشان كده قلنا yep, exactly. لسه موجود الكاونتر بيك سبورت موجود يعني لسه مشعل يمكن ما اخترنا بس I've seen مشعل بلاي with set يعني منات ازمين بس موجود وهذه حالات الفليكس بيك. الفليكس بيك exactly. ما احنا عارفين مين حيلعب فين حيروح فين حيطلع. الشباب يقدروا يبدلوا محل الشامبيون وقت ما يبوا يبدلوه عشان تكاونتر ابيك. واجين أعتقد أنه ثريش أحسن حال لحد الآن ضد نوتيلس وإزريال من رأيي. ضد نوتيلس ثريش is a good pick خاصة paired with كاليستا فممكن يكون عندهم باور في اللين ممكن يكون عندهم كيل بريشر كذلك. فننتظر بيك مشعل من جهته. من جهة أخرى ننتظر بيك اللي راح يكون يعني راح يحددنا خليني نقول سيتها اللي راح يكون ميد أو جنجل. فأنا أشوف فريق رياضي سبورتس عمل بان للجنجل فهما يعتقدوا أنه السيت راح يكون ميد فممكن it makes more sense ويكيشي ممكن يحاول يأخذ كانتر ماتشاب ضد تراندل فريس بندوا لي سن أخيرا أبو عيد ما تعطيله لي سن يا عيال نهائيا هو عملوا بان هو عمل بان لي سن قبل ما يطروا على الفكرة يب. في تراندل موجود أوريدي أخذوه وبعدين هنا هنشوف مكان ميميك لما إجى دور على ميميك كان عمل هو بان لأكتار جين وبعدين صار مشكله بالكلاينت نفسه فاي ثينك الكلاينت كان مخليه يختار تشامب اللي هو كان بده اياه نستنى نشوف هلا بس اخر البانز اللي كانت موجوده يعني هو ما زال في عندهم مشاكل بالاختيارات هذه بس ان اوكيسز يمكن يكون بس البق نفسه. هلا مين اخر واحد هم اختاروه كان اذا مش غلطان هو اكالي صح عملوا له بان هلا هنشوف ترندل المفروض ترندل اكزاكتلي ترندل بالبيلر از ا جود از ا جود بيك ضد هوك شوت تبع كابيل فترندل از ا جود بيك في هذه الحاله صح انه ترندل قوي ضد التانكس لانه يعمل لهم شريد للستاتس ولكن كذلك از ا جود بيك ضد كاميل. من جهه الاخرى ويكيشي يختار الجنجل وهذا يعني انه السيت راح يكون ميد يا حكيم وغاليو سبورت او العكس سبورت او العكس ممكن سيت سبورت كلهم دي جو قلت هاي السبورت اي ثينك بايدين مشعل هيكون احسن بكثير او يكون جنجل يعني هيكون اختيار احسن. لا ما حيكون جنجل ما بدك تحطه بالميد لين انت ما مضطر يعني انت ما اكيد قالوا ميد لانه حيلعبوا حول سيتو وحيلعبوا حول بكل بساطه عندنا تو كاريز اثنين شخصيات ما شاء الله تبارك الله نعرفهم they can take the games and finish and snowball. نبغى نحط شامبيون في الميد سواء قالي ولا تي اف انا توقعت ياخذوا تي اف صراحه بس ماني شايف فير عشان كذا فحطوه على مونكي لك مونكي بلاي تشامبيون ذات از ايزي اعطينا ويف برايورتي او لين برايورتي ذا هول تايم اي كم سبورت اس يوتيليتي سواء تسوي لي التي على تحت او التي على فوق نفس الطريقه ات ميك سنس ات ميك سنس تو فوكس مدام اعطينا سيتو كميل. ولكن السؤال ضد ازريل مين افضل غاليو او سيت؟ اعتقد انه غاليو افضل يعني من وجهه نظري انه صعب من طرف سيت انه يعمل جاب كلوزنج على ازريل نفس الوقت مع كاليستا شي كان دو ات بعد ليفل 6 التي يعني لو تفكر فيها انه الالتي ديفينتلي الالتي ديفينتلي حتكون على سيت احسن بالنسبه لكاليستا بس ممكن يغيرها ليترون بس ممكن فولو اب بالجراند انترنس بعديها من غاليو اون توب اوف سيت او يعني حتى بس انه اي ثينك سيت كان هيكون لما اختاروه كان مكانه الاحسن هيكون في البوت لين ممكن يكون في الجنجل على حسب بس النيرف لكن اذا مونكي مين وست مره كويس قدام ناتالوس عامه ترو دامج اللي ممكن يسويه ولا تنسى انه ياخذ هيكس فلاش اصلا ففي عنده جاب كلوزر مستمر ومشعل يعني شفته يلعب بيه مشعل از فيري اجريسيف فيري اجريسيف تاور دايفنج في اي وقت في الجيم ما شاء الله عليه هي نوز وات تو دو هي بلايز اراوند ذا دبليو حقته مره كويسه اند الدامج اوتبوت اللي ممكن يسويه فحتى لو ما ركزنا على از طبعا ذا فاكت ان هم اخذوا از وناتالوس مع بعض بالنسبه لي كذا شويه غريبه انه دي دونت فيت
each other at all يعني. وانت عشان كده اي جي زي يعني اعطيت فرصه لاي جي زي انهم يكونتروك ولا يتعاملوا بعد، حتى لو ما قتلوا ازريل يقدروا يقتلوا ناتالوس ويطلعوا برا الجيم كل شويه باي كاتشينج هيم. اذا سوى الكيو ناتالوس يسوي له الاي يسحبه في فصل الكيو ات كان كانسلت فور هيم باي يسوي الالتي حقته عشان هو تانكي يعني سات اي جي يسوي الالتي هي جوز تو ذا باك كلاين بدروس ضربه. اي ستيل ثينك فروم ا درافتنج برسبكتيف الدرافت اللي شفناه الدرافت حق اي جي زي كان كلرفول كان كلين يعني بغض النظر عن البانز الشيء الغريب بس كلين ان تيرمز اوف كل ثلاثه البيكات اولى كانت برايورتي بيك اعطي كمين بعدين يعني كومفورتبل بيك اثنين البيك الثاني والبيك الثالث البيك الثاني برضو برايورتي بيك البيك الثالث اخذنا فيه فليكس بيك ما احنا عارفين هو حيروح جنجل ولا حيروح سبورت وخلى التيم الثانيه فاي اي لايك انبسطت من الدرافت اليوم من يجي مقارنه بالدرافت حقهم الاسبوع اللي قبل اللي فات. لكن كنت احس انه فريق رياضي سبورتس كان على علم بمكان سيت لانه صار بان على نيدلي وجانجلر فيعرف انه سيت ما راح يكون في الجانجل يعرف انه ويكي شيء ينتظر بيك اخر اللي هو بيك اليز مزبوط. اليز من اقوى الايرلي جيم جانجلرز ليفل 3 جانكس دامج عالي جدا في التريدز فممكن نشوفه ليفل 6 دايف من طرف غاليو بمساعده اليز على إزريل ونوتيلس. ممكن هذه تكون الخطة يعني كاليستا أولت نوكاب على إزريل أو نوتيلس الفولو أب من طرف غاليو وإليز ويعطي أسبقية مهمة جدا للميميك ومشعل ياخذوا به الأدفانتج والبليتس في البوت وبعدين تصير روتيشن للتوب ياخذوا بها الهيرالد واعتقد أنه من ذاك الوقت تنتهي المباراة. فممكن هذه خطة فريق جيزيد لأنه إذا مانكي يكون في الميد لين ف ما اعتقدش انه مانكي هو المين بلاير والمين كي اللي ربح هذه المباراه فوضعوها على تشامبيون مثل غاليو للفري رومينج الجلوبال اولت ويعطي ادفانتج للبوت او التوب كذلك لانه اذا بتعطي ادفانتج للسيت وعلى كاميل فكذلك يعتبر شيء مهم جدا. ولكن ننتظر اخر بيك في التوب هل راح يكون كانتر الكاميل او لا. اعتقد انه هو اخذ بلاد اوريدي في البدايه هو اخذ رينكتون اخر بيك كان موجود رينكتون بس كان عندهم كلاينت كراش مره ثانيه طبعا هون احتمال الباج لسه يكون اوكي سو الباج هون حطوه كتيمو لانه كان ظاهر انه في شخصيه عم بيعملوا له بان وكانت شكلها بتعمل كراش للكلاينت ولكن نشوف رينكتن وايريلي وفلاديمير سوري الاختيارات الاخيره لمصلحه الرياض اي سبورتس. الناحيه هون طبعا في نقطه مهمه كنت عم تحكي عنها ثورن اللي هي كانت شباب راح يكون ما في سينرجي كثير اي دونت لا لا دحين بيختاروا اي حاجه لا تستعجل غيروا اللوكيشنز حقت اصلا خلاص يعني Yes. لا هلا كل واحد اختار اللي هو بده اياه. Yep. لا ما لا. I don't think so. I think they're gonna swap. I think هم قاعدين بيخبصوا الأمور شوي. Why would they swap? أقول لك ليش؟ أنا قلبها خلاص. I told you. I'm telling you. قالي ومشي الاختيار. Let's end it. Yes. لا لا تشككني بحالي الكلام الذكاء خلاص اي سيد وات اي سيد سد وات اي كلام الملوك لا يعاد لو سمحت بس يعني بس لاحظنا ملاحظ انه اعطوا المد للونار قلت لك بلاد از توب نوت لونار از جوينج تو بلاي رينكتون ميد على اساس تو تراي تو جيت ان ادفانتج وهذا اللي حيخلي شو اسمه حنشوف ترندل يلعب حوله از ماتش از باسبل يحط الالتي على غاليو اللي تراي تو كلهم من تور دايفم اند شنو بول ذات لين لانه اللينز البقيه كلها لينز اكشلي مو لينز خسرانه بوت لين خسران بالنسبه لرياض السبورت التوب سكيل ماتش اب انا من وجهه نظري اعتقد انه كاميل تربح كاميل تربح قصدك سكيل ماتش اب يعني سيتو قصدك سيتو يعني سيتو احتمال كبير يس احتمال بالنسبه لي احتمال وارد لانه لا لانه عامه احلى شيء في فلادي هي كان كانسل الاي حقت شو اسمه الداش حقت كاميل كومبليتلي وبس يو هاف تو بلاي ريلي رايت يو هاف تو بلاي فيري سيف ولازم يجيك جنجل سبورت وجنجل داب وهذا اللي متاكد ما حيقدروا يوافقوا بينه لانه اليس حيلعب حول التوب واليس حيلعب حول البوت وذفاكت انه هو ايرلي جيم جنجلر حنشوف منه جانك ليفل 3 ولا ليفل 4 ولا ليفل 5 ولا ليفل 6 دازنت مات لانه اف هي دازنت دو ذات اذا ما سوى الكلام هذا في البدايه حيطلع برا الجيم ويمكن واحده من مشاكلي مع ويكي وانا سي هيم بلاي انه ما عنده ثلاثه او اربعه تشامبيونز كلنا عارفين انه هو ما يلعب الا هم الاربعه طبعا جريفز داز نوت فيت ان ذس ماتش اب باقي نيدلي وباقي ليس اكشلي وركس هير فاين شيز نوت ذا بيست بس شي از فاين يا
اعتقد انه رجوعا للماتشاب في التوب يعني بين فلاديمير وكاميل، اعتقد انه كاميل هي تربح الماتشاب. شفت الكثير من الماتشابس كاميل وفلاديمير واعتقد انه كاميل تربح الماتشابس، خاصه في الايرلي ايتمايزيشن تذهب كثيرا لصالح كاميل، ولا حتى في الاكستندد فايتس كاميل هي اللي تربح، عندها دامج عالي جدا هذه من جهه. فممكن ويكيشي يكون التركيز نتاعو على التوب، كما كذلك التركيز نتاعو ممكن يكون على البوت، وهذا الكل يعني بتحركات من مونكي عنده الجلوبال ألتيميت، فويكي ما عليه كان يختار المتير. إذا كان في دريك أب فممكن الفوكس راح يكون على البوت سايد، بعد البوت سايد يصير روتيشن للتوب، يكون الفوكس القادم هو الريفت هيرد. فأعتقد أنه مثل ما حكى ثورن الدرافت، أعتقد أنه لصالح إي جي زي في الأرلي في التيم فايتس. يعني من الجهة الأخرى في خليني نقول زو اثنين بيكس متخالفين، يعني ايرلي جيم رينيكتون وليت جيم فلاديمير، ف فلاديمير ورينيكتون في نفس المباراة ممكن يمثل لخبطة يعني في تفكير تفكير التيم. ف وكذلك ازريل نوتلس مش احسن ديو ممكن، لانه نوتلس يحب يكون اجريسيف في اللين، ومن جهة الاخرى ازريل يحب يفرم ويخلط ويعني يصل للكور ايتمز المانيميون والجانتلت او الترينيتي. كذلك تراندل مش احسن بيك، ممكن ضد البيكس الموجودين من طرف اي جي زي. فمن رايي اعتقد انه اي جي زي عنده جيم بلان واضح لازم يعملوا اكزيكيوشن، واذا صارت اكزيكيوشن بطريقه صحيحه فلا مجال للعودة للفريق رياض إسبورس. ولكن هل ممكن نحسوا الفارق بين مونكي في الميد وفير في الميد، أو مونكي راح يكون يعني قد المسؤولية وهي ديليفرز يعني ويقدم المطلوب منه بقالي وعطا؟ شباب ما شاء الله ماستر أنا بوف يعني يا كلهم فضل. اكيد هو ما حد عم يجادل موضوع المهارة الفردية تبعت كل الفريقين يعني، ولكن في نقطة مهمة احكينا عنها ثورند قبل هيك في مباريات قبل لما كان عندنا سينرجي ناقصة شوي بين السبورت والجنج والاي دي سي. في الحالة هذه بالذات عندك إزرائيل اي ثينك راح نشوف روتيشنز من عند نوتلس يتركلين يروح يساعد ميد، فانه يور غانا سي ا لوت اوف رومينج نوتلس برا هذه بالذات في الميد عشان يساعد رينيكتن. بما انه عندنا برايو في البوت لين راحه لمصلحه اي جي زي، اي ثينك التركيز الاكبر لويكي ما لازم يكون البوتلين انه تي انيبلهم، اي ثينك هم ذي كان دو ذات لحالهم. التركيز لازم يكون على الكاونتر جانكينج اللي هيصير في الميد لين، لانه اي ثينك المين برايو تبع تبع ترندل هيكون انه تو تراي اند جيت سمثينج دون وتو تراي اند جيت رينيكتن تو موف اهيد اذا مش بالتوب لين. بس انه اي ثينك رينيكتن نيدز تو جيت ريلي بيج ريلي كويكلي باول المباراه، وهذه اللي تعمل مشكله يعني لهم. طبعا احنا ممكن نقعد نحكي لبكره على توقعاتنا لهذه المباراه، ولكن صار وقت ان احنا نروح هلا لعند المعلقين. نرجع نشكركم مره ثانيه سموث وثورند، هنرجع بعد المباراه ونحلل نتيجه المباراه ان شاء الله. يكون خير على كل الناس اللي موجودين. اعزائي المشاهدين توقعاتكم مهمه جدا، وما تنسوا انه لو بدكم تحطوا علامه التعجب برومو في الشات ممكن تشوفوا العروض اللي موجوده على Y740 جيمنج لابتوب من ليجن باي لينوفو. العروض هذه متوفره لكم في المتاجر القريبة في البلدان اللي انتم عايدين فيها، بس حطوها في الشات او انزلوا لاخر صفحة تحت او الرابط موجود لكم. غير هذا كلياتهم نتمنى لكم كل التوفيق لكل الفريقين، توقعاتكم وتشجيعكم ويعني المساندة القوية للفرق تعتمد عليكم انتم، ولكن مصيرهم بالاخر بين ايديهم. هلا هنروح لعند المعلقين لاخر مرة ان شاء الله لهذه الليلة عند الاستاذ مستر احمد في البلاي باي بلاي وكوتلول في الكولر كاستنج. نتمنى لكم التوفيق، good luck have fun، وإليكم يا شباب مع التوفيق. توفيق بالتوفيق. حكيم سورند اسمه، شكرا جدا 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 ليكم للمرة الثالثة النهاردة يا شباب. يا كات ازيك يا برو عامل ايه؟ اخيرا انا عارف ان انت متحمس جدا لهذه المباراة، لكن خلينا نرحب بالمشاهدين للمرة الثالثة عندنا النهاردة يا شباب. نورتوا الدنيا، نورتوا يعني البطولة، نورتوا الماتش الثالث اللي هيكون ماتش ضرب نار يعني. كات مفيش هنا هزار، خلاص لوزر براكت. انت اوريدي استنفذت الفرصة بتاعتك ان انت لو خسرت مرة تقدر ترجع تاني من الداون براكتس او اللوزر براكت زي ما بنسميها. ايه الجراند فاينل على طول، ايه جي زد الفريق البطل، خلينا نقول الفريق بطل بطولة لول نكسس،
واحد من أفضل الفرق في الشرق الأوسط. يعني نوكاوت إي سبورتس قدرت تحقق المعادلة المستحيلة وتكسب إي جي زد وتنزلهم للوزر براكت الفريق الانديفيتد. يعني كان ماتش قمة في الروعة. نوكاوت إي سبورتس قدروا يكملوا في الوينر براكت وإي جي زد النهاردة هتلعب قصاد فريق عملاق جدا قدر يثبت نفسه في وقت قصير قوي. فريق طبعا معروف ولكن إنه المرحلة دي شابو ليهم طبعا رياض إي سبورتس. كاتلول كلمني كده قول لي متوقع إيه للماتش ده. أول شيء الصراحة كثير صار ساعة كم صار نستنى هذا الجيم طول كثير الجيم سووا للبيك أند بان أكثر مرة ومرتين ثلاثة سمحونا مشاهدين الكرام أكيد كان في مشاكل في الكلاينت عن بعض اللاعبين بس الحمد لله البين الجيم بدأ ونفس ما شايفين الجيم هذا جيم منتظر جدا جيم يعني فاصل للفريقين لفريق إي جي زد إي سبورتس وفريق رياض إي سبورتس. الفريقين في حال أي واحد فيهم خسر هذا الجيم يكون نهايته في بطولة IAC. فنتمنى التوفيق للفريقين ونتمنى نشوف مباراة متساوية ونشوف أداء حلو من جميع اللاعبين. بس من نفس ما شايفين يا أبو حميد لأول مرة في بطولة IAC أو بفريق EGZ عم نشوف مونكي في الميدلين. مونكي دائما عم بيكون هو الجنجلر بس لهالمرة عم نشوفه ميدلين عم بلعب بقاليو. شو رأيك بمونكي في الميدلين يا أبو حميد؟ هو في الاي سي بالفعل دي اول مره يلعب في الميد لين ولكن مونكي معروف ان هو بيقدر يلعب في الميد او بيقدر يفلكس في الميد كسكند رول. يعني هي مش حاجه بالنسبه له جديده. يعني حتى ويكي نفس الكلام. ويكي كان في التوب لين زمان ولكن لما جه اي جي زد راح للجنجل وساب التوب لسيتو لان سيتو طبعا زي ما سموس كان قال هو ميكانيكلي جيفتد جدا. ولكن الحاجه الغريبه العجيبه اللي لسه هتكلم فيها ازاي تسيب كاميل لسيتو ايا كان حتى لو هتجيب له هارد كاونتر حتى لو هتجيب له الفريق كله بيكونتره. سيتو ما شاء الله عليه تشالنجر وصل اكتر من 800 بوينت. خلينا كده نشوف فلاش كده غريب عجيب وبيحاول ياخد الكل كده اي جي زد مشعل متمكن جدا مشعل في البوت لين ولكن هنا سيتو ممكن ياخد الفيرست بلاد لكن دول الون اتش بي بيعاقبه. هنا سيتو بيعاقب فلاديمير بشكل واضح جدا يا كات. سيتو الصراحة عم بيعاقب فلاديمير وعم بيعاقب رياض إي سبورت على عدم إنهم أو تركوا له كميل مفتوحة. يعني سيتو واحد من الشامس اللي متمكن 100% بكميل. يعني واحد من الشامس أو واحد من اللاعبين اللي دائما بيكون عنده سولو كيلز بهذا الشامب اللي هو كميل. فخطأ جدا كبير من رياض إي سبورت يتركوا لهم كميل. بس ممكن كان شوي تركيزهم على ويكي شي إنه مش حابين يلعب كمثال فوليبير مش حابين يلعب ندلي مش يلعب أولاف ممكن لهذا السبب تركوا. أوكي ميركل في الميدلين نشوف هنا فايت على طول في الميدلين وطنت جميلة جدا من جاليو كمان الفولو أب الرائع والجانك الرائعة من أليس ويكي يقدروا يعملوا سكيور للفيرست بلاد في الدقيقة 3 لصالح فريق إي جي زد إي سبورتس. بالضبط كل والأروع من ويكي شي أو تحضروا ليها صراحة. مونكي بدأ بالبوك بدأ بالستانس وكمل ويكي وأخذ الكل بستان وهي فول اب جدا رائع من إليس. إليس صراحة للحين يمكن هذا أول جيم بالآي إي سي نشوف إليس يا مستر أحمد. أتوقع أول مرة نشوف إليس بقولت آي إي سي فيك شوي ممكن ريسكي بس نفس ما شايفين ويكي متمكن من إليس أخذ فيها فيرست بلاد أو أعطى فيرست بلاد عفوا لمونكي وأدوه صراحة لا بأس فيه بأول 3 دقائق. التركيز أنا نفس ما شايف أو نفس ما شايفين مشاهدين الكرام حيكون الصراحة كثير على 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 التوب لين أو على كميل أو على سيتو. بما أنه سيتو نفس ما حكينا متمكن منها بس في عنده جانج في تراندل في التوب لين. هل حنشوف كل إيش عم بيصير في تي بي في دايف؟ خلينا نشوف هنا إيه اللي هيحصل على طول. هنا تيليبورت من جاليو يا ولد على التايمينج بتاعك مش ممكن مش ممكن. أزر اللي يقدر يخطف كل الوحيد اللي على مشعل دلوقتي ولكن تو كيلز يروحوا لصالح فريق إي جي زد إي سبورتس. دايف إيرلي قوي في الدقيقة 4 لكن الناحية التانية في التوب لين على سيتو شايفين تراندل مستني الوقت المناسب عشان يستخدم البيلر ويحاول كده يوقع سيتو في بوزيشن يعني يقدر ان هو ياخد بالكل. لكن سيتو تقريبا في نفس الوقت يا كات اللي حصل فيه الدايف اللي في البوت لين كان فيه جانك على سيتو في التوب لين ولكن قدر ان هو يهرب منهم. لغاية دلوقتي انا شايف إي جي زد بيلعبوا بشكل اجريسيف رهيب. يعني شايفين حتى
مش يحاول ينزل في اللين يعمل جانك. عنده هيكستك فلاش ممكن يستخدمه، ممكن ياخذ كيل او على الاقل ياخذ فلاش من رينكتون. خلينا نشوف شو ممكن يصير، او ممكن يرجع على البوتلين بدون اي فائده، مش مشكله. فرق الجولد، فرق الجولد بدا على سريع 1500 جولد اول 4 دقائق. احمد هذا الشيء ما شفناه في ولا جيم اليوم، يعني فرق جدا ضخم اول 4 دقائق يكون في 1500 جولد لصالح فريق. هذا الشيء ما شفناه. الشباب بي جزد عم يلعب بطريقه كثير اجريسيف، عم بيحاولوا ياخذوا الليد من البدايه وما يعطوهم اي فرصه لرياض اي سبورتس، او عم بيفرجوا الناس انه فعلا عندهم القدره او عندهم الاستطاعه انهم يفوزوا في هالبطوله. في تريد خفيف فات في الميدلين هنا كبير جدا، لكن رينكتون يا ولد بالاجنايت يقدر يخطف اول كل لي في الماتش دلوقتي. ولكن هنا يعني اين انت يا مونكي؟ ليه ما توقعتش الدامج اللي رينكتون بيطلعه؟ احنا شايفين هنا سوء تقدير كبير جدا من مونكي، ما توقعش ابدا رينكتون يقدر يطلع الدامج الكبير ده وهو ستيل معهوش الايتيمز الكافيه. ولكن بالاجنايت وبيرفكت بيرفكت كلين كل لصالح فريق رياض اي سبورتس. لكن شايفين هنا على طول الفلاش من مشعل بالاي nice وهنا الستان من ويكي. ولكن يا السلام على الدوج يا ابني، يا السلام على الستب عند ناتلس فيركس ويل بلايد. ولكن ميمك ميمك مش ممكن بيلعبوا بشكل اجريسيف قوي يا كات، حاسس مش فارق معاهم اي حاجه، مش فارق معاهم يحصل عليهم ستان سي سي، مش فارق معاهم حاجه خالص. الجزاد عايزين يجيبوا كيلز فقط بالضبط. بس ما ذكر ثون يعني الشباب او ميمك بيلعب كثير اجريسيف، واحد من الجنجلرز جدا 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 اجريسيف ومعه سبورت كمان اجريسيف. خلينا نشوف شو قاعد يصير، هل بوك فقط من سبورت ولا تريد ايش عم بيصير؟ يب، فهذا شيء متوقع كثير من ميمك ومن مشعل. خلينا نشوف هل حيصير في فايت ولا شو فايتين على طول من التو جانجرز الايس بيلر. ولكن جاليو يجري هو كمان، شايفين في دراجون دلوقتي. ولكن هل في فريق يسيب الفايت ويبتدي ان هو يحاول ياخد الدراجون في الدقيقه 6؟ ما اعتقدش ان الدراجون ده سيف قوي لكل الفرقتين اللي هم ياخدوا كول صعب زي ده، خصوصا ان كلهم لو اتش بي. يمكن اي جي زاد عندهم سيطره دايف شويه على الدراجون ده، لكن في دايف هنا في البوتين على طول اليس دخلت تعمل دامج عليه جدا. جاليو يخش بالهيروس انترنس يا ولد يا ولد يا ولد، ومينك ياخد الكل كمان على ناترس. كميل هنا في التوب لين، فلاديمير بيحاول ياخد الكل على كميل لكن بيسرفايف 1 اتش بي. ارجع يا سيت وخلاص كده، كفايه ان انت قدرت تهرب من ديب سي بالالتيميت بتاعته. والله فلاديمير ممكن يقلب الموازين خالص يا كات. فلاديمير صراحه بيطلع دمج رائع، بس في كل في فايت في عم بيصير في الجنجل. هي حيكون في سولو كل ولا لا؟ فلاش هل يقدر ياخد الكل؟ لكن يسيب بيرن اوف كده، السبايدرز تنقذ خلينا نقول إليس من الكيو بتاعته، لكن يتخذ عليه كله في الأخير. هنا كمان سيتو في التوب لين كان بيحاول كده يخدع خلينا نقول فلاديمير إن هو عمل ريكول وكان ممكن ياخد عليه كله في التوب لين لولا إن فلاديمير كان مركز ديب سي وقدر كلام بالضبط. الشباب مش عم بيهدوا، الشباب عم بيحاولوا من البداية ما يعطوهم أي طريقة حتى يتنفسوا. فايت ورا فايت، إذا ما في فايت حنسوي لكم دايف، إذا أنتم مش بشين حنيجيكم ورا تحت التور، ما عندكم معنا أي مشاكل. الشباب عم بيلعبوا بطريقة جدا ممتازة، يعني الأداء صراحة أفضل بكثير من الجيم اللي صار في المرة الماضية. يعني صحيح صار في سولو كل في الميدلين، بس ستيل الشباب عم بيعوضوا، عم بيرجعوا للجيم. فرق الجولد عم بيزيد أكثر وأكثر، صار 2100 جولد يا أبو حميد، يعني الفرق جدا ضخم. بس بدنا نشوف في رينكتون واقف عامل بيت، هل رينكتون عامل بيت ولا رينكتون عم بيستنى الشغلة؟ ممكن يسوي وان شوت لإليس، أتوقع هذا الشيء يصير. رينكتون عنده كل حيطلع دامج، رجعت له الإجنايت، فيب ممكن يسوي أي شيء. أوكي الشباب أتوقع شايفينه، عارفين أنه هو كان موجود هناك عم ببنجو في المينيمار. يعني أنا شايف الوين كونديشن عند فريق رياض إي سبورتس هتكون عند فلاديمير في التوب لين ديب سي، وعند رينكتون كمان في الميد لين إتس لونر. حرفياً هم دول الاثنين اللي قدروا شوية يوقفوا فريقهم في التيم فايتس قدام فريق عملاق زي فريق إجزاد إي سبورتس. أزرل وناتلس وكمان ترند المظلومين شوية حرام، لأن التيم كومبوزيشن بتاع إجزاد إي سبورتس يقدر يطلعهم تماما بره التيم فايت، او كمان يقدر يخليهم ما يقدروش يعملوا وظيفتهم الاساسيه كتشامبيون او ك خلينا نقول لينر او كجانجلر. خلينا نشوف كده ايه اللي ممكن يحصل في التوب لين. شايفين ترند هنا مستخبي كده، ولكن كميل سيتو عنده سنس الجيم بشكل كبير جدا، قدر يعرف ان هو في التوب وبيحاول يرجع. دلوقتي معهوش تي بي، هيرجع مش
ممكن يخسروا 2-3 مينين كده، ولكن هو بي والله في هنا سواب، في سواب ما بين التوب، بس ده سواب يعتبر بدري شويتين ثلاثة بصراحة. ممكن سواب على اساس الرفت بما انه اخذ دراجون حاليا، فالرفت مفتوح فممكن يبشوا على على التوب سايد وياخذ رفت، ممكن كمان هاي الشغله مش سيئه يعني ابدا، ما مش شايفها انها سيئه. ممكن كمان لانه صيته مش عم بيقدر حتى يقتل فلاد 1v1، صيت واحد من الشامس اللي يحب او يفضل انه يكون عنده كمثال ايرلي كيلز بجنجلر، بدون جنجلر دائما بيكون عنده ايرلي ليد، حتى حاليا عنده ليد في الفارم عن فلاد، يعني في فرق تقريبا 20 ل 24 سياس بينه وبين فلاد بوتلين الضعف. ياب فنفس ما فيك تقول انه والله مل من اللين شباب خلص اطلعوا خذوا الريفت وانا حنزل على البوتلين انا اي كان هاندل ات. اوكي في تي بي من فلاد، اوكي شباب مش حابين يعطيهم ريفت فري، خلينا نشوف هنا فلاديمير على طول بي التي بي، ولكن الريفت تعمل له ريست. والله كان ممكن نشوف فايت هنا كات، ولكن يعني هم التي بي ده يعني خدوا منه بس انهم عملوا ريست للريفت، ما اعرفش هل ممكن ياخدوه بالفعل ولا فريق جزاد اكيد مش هيسيبوا لهم الريفت بهذه السهوله، لانهم قادرين انهم يوقفوا الريفت اللي بيتاخد دلوقتي. شايفين هنا ويكي مستني لحظه مناسبه، هو ومش على المشعل يخش يا ولد يا ولد يا ولد على الايه العظيمه اسمهم كلهم هنا الهيروز انترنس الجميله جدا من مونكي دامج عالي جدا، سيد ياخد اول كل تاني كل عند كاليستا، وكمان الهيرالد في الزحمه كده تروح لصالح ويكي، لسه الدمج بيتعمل كاليستا ضرب مره ثانيه ورا هالتا والدبل كل بالايه مش ممكن يا ابني. فلاديمير بيدور على الفلاش اوت لو اتش بي جدا، الترابل كل عند ميمك يا سلام عليك يا ابني، 5-0 في الدقيقه 11، ميمك يتالق ويتعمق، ايجي زد تفرض سيطرتها في الايرلي جيم بشكل مرعب يا باسم. انجيج ولا اروع الصراحه من مشعل، مش حابين نظلم السبورت دائما بكل جيم بكل مباراه بينظلم السبورت، مشعل انجيج خرافي، شوف دخل عليهم فلاش اي ستان دخل فيه فولو اوف من جاليو ألتيميت بيتونت، ما الشباب ما تنفس ما قدروا يسووا أي شيء إطلاش ويكي شيء بدون ما حتى يموت ولا واحد منهم، ورجعوا سووا فولو أب، يعني اللي قاعد يصير مش طبيعي. وشوف مرة ثانية عمل كمان ألت مرة ثانية مشعل على إزريل ومسك فلاديمير ما خلاه يتنفس، والبلايد صراحة من إي جي زد كتيم وكمشعل صراحة، والبلايد أداء جدا خرافي من سبورت، شال الجيم، بدأ فايت نهى فايت سبورت، هاي أحيانا السبورتات والناس ما بتركز على السبورت، هذا السبورت ممكن يشيل لك جيم، هذا السبورت بيبدأ فايت وبينهي فايت وبيساوي كل شيء صراحة، يعني هو مهد الفايت تماما لتيم إي جي زد يا أبو حميد. البلاي اوف ذا جيم تنادي هنا يا جماعه الخير، يعني خلينا اقول لكم ان اي جي زد لا تبحث فقط عن الفوز، اي جي زد يبحثوا ان هم يبعتوا رساله للشباب اللي في الوينرز براكت والنوك اوت اي سبورتس، انتوا كسبتونا في الوينرز براكت، احنا ما كناش جاهزين بالفعل 100%، ما قدرناش خلينا نقول يعني نقيم مستواكم بالشكل الصحيح، فاحنا بالفعل انتوا استحقيتوا الوين، ولكن بصوا احنا بنعمل ايه في اللوزر براكت. خلي بالكم شايفين هنا مش عارف التوبين على طول يضرب اوت اتاك جامد جدا يمين مالا أزل out of position تماما خالص، ناتلس يا حرام ما عندوش أي حاجة ممكن يعملها وياخدوا عليه easy kill جدا في التوب لين. اي جي زد مش هقولك بتلعب ماتش سولو كيو، اي جي زد يعني سيطروا سيطرة مرعبة يا صديقي العزيز. بالضبط بداية أجريسيف للدقيقة 13 فرق 7000 جولد يا مشاهدين الكرام، 7000 جولد أول 13 دقيقة، يعني هذا الشيء ما بيصير بتاتا، الشباب أجريسيف الشباب مش عم بيعطوهم أي فرصة، ما عم بيخلوهم يسووا أي شيء حتى، يعني ممكن بيقول له ازيك عامل ايه صباح الفل خد السامز اب دي وتعالى هنا اديني كل، ولكن ديب سي يعني الراجل اترعب، الراجل شاف ويكي موجود قال لك يا عم انا ام اوت اوف هير، وعلى طول يبوب الفلاش. شايفين هنا سيتو كمان بيتحرك ناحيه الميد لين، لكن دخل اوت اوف بوزيشن شويه، لكن هيعرف يتصرف هيعرف يتصرف لو اتش بي جدا يستخدم الالتيميت بتاعته في الوقت المناسب، مش ممكن يا نهار ابيض عليك يا ابني يا نهار ابيض يا رب، 1 اتش بي سيتو الميكانيكلي جيفتد، ويكي يخش ينظف كده الكيلز اللي كانت موجوده، رينكتم موجود دلوقتي في بوزيشن 1 فيرسس 3 معاه دلوقتي الشات داون، يا سلام عليك معاه فعلا الفيوري داخل بيحاول يجيب الدبل كل، ولكن يفلاش اوت وقت كان متاخر شويتين ثلاثه، التيميت كمان من ميمك يحاول يرمي مشعل على ازرن عشان ياخده كده بالاي، ولكن كانت
خايتين. يا سلام عليك يا سيتو، ابدع يا ابني ابدع. شفت هنا، شفت يا باسل، عارف الليمتس بتاعته لدرجة مرعبة. دخل عمل الدمج كامل وعمل فلاش في الوقت المناسب، وهو اون اتش بي، وادى الفرصة لفريقه ان هو يخلص يخلص التيم فايت بكل سهولة. احمد قربنا على 10000 جولد، انت متخيل شني 10000 جولد؟ اول ربع ساعه صيته دخل، صحيح ممكن كانت بدايه شوي خطا، بس كان عارف تيمه والتيم تبعه قريب منه. دخل عمل دمج، ضل يدمج حتى يعني فتح الت بعدهم، بعدين طلع بفلاش. شوفوا مع بعض، خلينا نشوف مع بعض الاعاده. صحيح ما كانوا شطاء، سوى عليه فون جيج لصيته، ضل يدمج مع يعني مع انه عنده فلاش، حاول قد ما بيقدر يطلع دمج لاخر لحظه. شوف الاتش بي كم، بس 1 اتش بي ماينس 1 اتش بي. بس هو حسن موقفه يا باسل، يعني دي الحاجه الحلوه، يعني هو لقى ان بوزيشن غلط ما استسلمش، هو قلب الفايت من ضده الى صالحه في لحظه بميكانكس عاليه جدا من سيتو بصراحه. فولو اب من التيم كمان كان جدا رائع. ويكي صراحه صحيح فارمه شوي قليل، بس الشاب قاعد عم بيفرم كلات، عم بيفرم فايتات فايت ورا فايت، مش قادر اتنفس، مش يعني داخد نفس. بس يا ابو حميد الشباب مش هادين، في فايت في فايت في فايت في الميدلين. ارش يا فايت سيتو، شو حتسوي فيه سيتو؟ ما في عندك فلاش. سيتو اوت اوف بوزيشن، لكن يستخدم على طول الجامب بتاعته عشان يجري، والبلانت كمان، وفي ثانيه بقى في السيف سايد. يعني كميل مش سهل قوي ان انت تقفشها في لين او تخليها مش عارفه تتصرف، بتقدر تهرب. سيتو عارف كويس جدا امتى يخش، عارف كويس جدا امتى يرجع، حتى عارف لو اتقفش ازاي يقدر يهرب، او حتى لو مات ازاي يخسر الفريق اللي ضده اعلى ريسورسز ممكن عشان يقتلوه. بالظبط الراجل ده يعني غلط من رياض اي سبورتس ان هم سابوا لسيتو كميل، غلطه كارثيه صراحه. صحيح كميل، يعني اداء صيته في كميل جدا رائع، بس كمان ما فينا ننسى الشباب. يعني صحيح ممكن عم نحكي اوتو فيل، ميمك مؤدي اداء جدا رائع، 6-0-3 يعني عليش الداون 700. مونكي اللي يعني اللي هو مين جنجلر قاعد عم بيلعب في الميدلين، سكوره 5-1-9، يعني عنده الدارك سيل فل 10 ستاكات، يعني بس باي يجيب مجاي ستاكس ويبدا يسوي ون شوت. يعني اداء جدا رائع من كل التيم، ما في نظلم اي حد. اوكي سولو كيل، شايفين على طول هنا رينكتون فيرسس سيتو، دمج عالي، ولكن برضه رينكتون رد، والله كان بدمج عالي على سيتو، نزله اقل من 50% اتش بي، ولكن جاليو العملاق مانكي بالهيروز انترنس يخش ويساعد سيتو كده، ويا حرام تراندل لا حول له ولا قوه، وسيتو يديله الابر كات. ابو رغد ام ريلي سوري ماي فريند، بس الجيم صعب جدا عليك، يكاد يكون مستحيل. اجهزات داخلين يكسروا مش داخلين يكسبوا، ناس دول تحس عندهم طار كده، يعني من الوينرز براكت، من الشباب الموجودين في الوينرز براكت، وحرفيا رياض اي سبورتس اللي جم في سكتهم. يعني احنا شايفين ماتش وان سايدد بشكل كبير جدا، لكن ما ننساش كاتن دي ليج اوف ليجندز، ممكن في اي لحظه يحصل كامباك، ممكن في اي لحظه الشت داونز دي تتاخد من الكاريز بتوع رياض اي سبورتس ويقدروا يقلبوا الجيم. اتمنى اشوف جيم بيتقلب دلوقتي. ممكن صراحة كل شيء ورد يا أبو حميد، بس فرق الجول صار جدا ضخم. في مع ويكي احنا ما انتبهنا عليه كان بياخذ ريفت، فحاليا حيكون الموضوع بوش بكوش. الشباب عم بيحاولوا يخلصوا الجيم بأسرع فترة، يعني تقريبا دقيقة 17 صاروا مخدين 5 تورات يا أحمد، 5 تورات لصالح 0 تور لتيم رياض إي سبورتس. يعني الجيم فينا نقول اي جي زد متمكنين 100% من الجيم، ما في عندهم اي اخطاء لحتى الان. الشباب قاعدين يلعبوا كتيم واحد، عم بيمشوا كلهم مع بعض، نفس ما قلت لك رفت في التوبلين. الشباب بدهم يخلصوا الجيم على السريع، ما بدهم يرجعوا ولا حتى يفكروا يرجعوا. اداء جدا ممتاز واداء اكثر من رائع، يعني مش عارف ايش اقول يا ابو حميد. يعني بدي انا مبسوط ان اي جي زد علموا الدرس يا صديقي العزيز بصراحه. يعني انا هقول لك بصراحه، اتكلم بصراحه جديده، احنا مش هنضحك على بعض، احنا عارفين ان اي جي زد واحد من اقوى الفرق في الشرق الاوسط، لو ما كانش اقوى صحيح. فريق في الشرق الاوسط. الاداء اللي شفناه منهم في الماتش اللي فات على اون ستريم قدام نوك اوت اي سبورتس ما كانش ده اي جي زد اللي احنا عارفينه. نوك اوت اي سبورتس ما بقللش ابدا من اللي قدموه، قدموا ماتش قمه في الروعه بالضبط. ولكن إجازات كانوا ممكن يقدموا أداء أفضل من كده بكتير. إحنا شايفين هنا رسالة بتوجه بشكل صريح جدا إن ده مستوى إجازات، تعلمنا الدرس كويس جدا، and we are coming back بسرعة الصاروخ، بسرعة البرق، بسرعة الضوء. خلينا نشوف كده إيه اللي يحصل في باقي الجيم. سيتو هنا حرام بياخد كده، لا والله قدر يسمايت أبو رغد الفروج بتاعته. يعني يا عم سيب له فروج، حرام عليك يا سيتو، سيب له فروج يا عم.
صحيح. كمان دي تاخذها منه. يب الشباب مش داخلين يمزح ابدا، مش جايين يلعبوا ليج اوف ليجند، جايين بنفس ما انت قلت معصبين الشباب، جايين ينطقموا، جايين يفرجوا العالم كلها مين هو اي جي زد، شو هو الفريق اللي اخذ بطولة نكسس، شو هو الفريق اللي ممكن او راح يعني احتمال كبير ممكن كمان ياخذ او ينافس على بطولة اي اي سي. فادائهم الصراحة جدا اكثر من رائع. فريق جولد حاليا وصل تقريبا 22,000 جولد، وحاليا إليسا قاعده بتاخذ الدراغون الثالث. فيعني مش يعني اداء اكثر من رائع. انا الصراحه كثير مبسوط من هذا الاداء، تعلموا من الاخطاء نفس ما انت قلت. وممكن في ستيل، لا اوكي اولموست كان ممكن كان في ستيل بالت من ازر اللي دراغون نفس ما شايفين. خلي شوي نتكلم على ايتمات الشباب. اول شيء خلينا نشوف بتوبلين، يعني صيته صار مكمل اوريدي ترينتي فورس، وعم بيروح على ال انا على ايتم ليش دائما بنسى اسمه مش عارف، اللي هو الديث دانس ليش بنسى مش عارف. anyway وإلي صار جايب الزوني ايتم الجنك كامل والتير 2 بوتس. المتفيد او الشخص القوي الجايب من الخلف اللي هو مونكي اوريدي صار مكمل زونيا، صار مكمل بروتوبيلت ومكمل جايب مجاي ستاكس، واثق من نفسه يا ابو حميد، عارف انه ممكن ما يموت مع الزونيا. فيب داخل دخله جدا قويه، وده اكثر من رائع صراحه من مونكي، من شخص كميدلينر قاعد يقدمه بنفس هالجيم او نفس هالبطوله كميدلينر. يب وحميد ايش حاب تتكلم؟ يعني بصراحه يعني انت يعني الشباب في الاستوديو التحليلي وانت كمان يا كات ملاقيكم مستغربين قوي من تكايه ممكن هو ميد لينر. خلينا نتكلم عن النقطه دي بعد ما نشوف الفايت اللي بيحصل دلوقتي. سيتي يخش وتقريبا كده يدلت نابلس بضربتين ثلاثه، هيروز انترنس كالعاده بوم ينزل هنا يطير له كام واحد، ولكن شات داون بالاجنايت من نابلس، ولكن جالي ياخد الدبل كيل. هل ممكن نشوف تريبل كيل الضربه الاخيره الرحيمه من مونكي وياخد التريبل كيل؟ هل ممكن نشوف جيم هنا؟ يعني انا اعتقد انهم عملوا سرندر، يعني نو كومنت والله نو كومنت. لا ده ما كانش سرندر، كان سرندر بس دي تعمل دايما لما بيكون في سرندر حاصل. ولكن مش عارف اقول لك ايه كات، مش عارف اقول لك ايه غير ان الماتش داون سايدد بشكل مرعب. السؤال اللي انا ممكن اساله لك اللي ملوش اجابه اصلا، ولكن عايز اشوف اجابتك ليه، يعني ايه الوين كونديشن عند فريق رياض اي سبورتس دلوقتي اللي ممكن كصراحة ممكن يرجعهم الى الجيم تاني بصراحه؟ ممكن يرجعوا في حال واحده، والشباب 2-3 من الشباب يجيهم ديسكونكت يجيهم مشاكل في الانترنت اذروايز صراحه. يعني كلهم من سيتو لإليس، ويكي، مونكي، ميمك، مشعل، الشباب كلهم تأدي أداء أكثر من رائع. ما في ولا عندهم أي لين خسران، ما في عندهم ولا أي شخص ضعيف إنه ممكن كمثال رياضي سبورتس إنه يركزوا عليه ويعني يأخذ شوية كامباك. أو يعني على فكرة بشوي في ما أتوقع ماك ويكي أخذوا عليه شت داون، بس استيل العودة حتكون جدا 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 صعبة لهم. وبما إنه حاليا أخذوا دراغون فبارون عفوا، فأتوقع هي بداية النهاية وعودتهم جدا جدا صعبة صراحة يا أحمد. يعني حكون بكتب عليك لو أقول لك إن والله فيه عندهم فرصة حيكون ممكن. أنت لو كمان لا تنسى صار يعني غاليو أو مونكي صار عنده مجاي ستاكس فول ستاكس يا أحمد، فول ستاكس، يعني ممكن الكيو تروح أكثر من نص اتش بي حاليا. يعني بس كيو واحدة ممكن تقلب فايت من مونكي حتى. مونكي معانا في الشات، مونكي منور يا مونكي، منورين يا شباب في الشات المشاهدين المتفرجين. فكركم يا شباب فريق رياض سبورتس فريق كبير جدا برضو، فريق قدر يوصل لنهائيات بطولة السعودية. نهائيات بطولة السعودية كان فيها أكتر من 100 فريق، أنت بتتكلم في فريق من فرق الصفوة. ولكن خلينا كده نشوف إيه اللي هيحصل هنا. كاميل يخش على طول وياخده في الألتيميت بتاعته، كل تروح لإي جي زد، كل تانية تروح لإي جي زد، كل تالتة تروح لإي جي زد. لا والله هم كلتين بس، ولكن ميمك هنا يخش على طول بيعمل دمج عالي جدا. هل يقدر ياخد الكل هنا؟ ولكن هيدايفون في الفاونتون ولا ايه؟ ميمك ياخد اول كل، عايز يخطف تاني كل جي جي والبليد لصالح فريق اجيزاد اي سبورتس. خلاص الجيم خلص اوريدي من الدقيقه 5 تقريبا، يعني ماتش كان وان سايدد بشكل كبير جدا رايح في اتجاه واحد. حتى رياض اي سبورتس مع رغم ان هم زي ما اتكلمنا فريق كبير جدا، فريق من افضل الفرق الموجوده في السعوديه واسم معروف واسم بقاله سنين، ولكن
يعني بصراحة إيجي زد في عالم تاني خالص وفي مكان تاني خالص. يا باسل كلمني كده بسرعة عن هذه المباراة الرائعة. الصراحة أداء ولا أروع من تيم إيجي زد، يعني كنا متوقعين عودة قوية بعد خسارتهم الجيم الماضي، بس مش هالعودة، عودة صراحة عودة جبارة، عودة يعني بتفرج العالم، الشباب عم بيفرج العالم كله مين هو إيجي زد، إحنا مين وإحنا إيش ممكن نوصل وإيش راح نقدم في المستقبل أو بالمباريات الجاية. فأكيد حنقول هارد لك لرياض إي سبورتس، وحنقول أكيد مبروك لإيجي عودتهم، ويب يعطيكم العافية شباب، واحد واحد شباب ما قصروا أبدا بتيم إيجي زد. ومش حاب أطول كثير على شباب في قسم في استوديو التحليلات، الشباب أكيد ناطريننا حابين يتكلموا كثير عن المباراة. فيعطيكم العافية، يا أول شيء يعطيك العافية لك يا مستر أحمد على التعليق لك الرائع، وأكيد حابين نروح عند يب عند حكيم وسموث وأخونا الكبير إيش كان اسمه نسيت، لا إله إلا الله حكيم. حبيبي حكيم ليك المايك، سامحني سامحني يا حكيم، نلتقي يا شباب، مع السلامة. شكرا لكم مستر أحمد كاتلول، والاسم تبع أخونا الكبير هو ثورن، بس بدنا نكمل على الموضوع. وبعدين نقطة ثانية، يعني أنتم ما تركتوا لنا أشياء كثيرة نحكي فيها، لأنه إي جي زي أداؤهم كان ممتاز جدا، كان مقنع، كان واضح، وكان بغل حسينا انهم يرجعوا للنهائيات الوينر براكتس. هو الغل اللي كان واضح يعني، وانا حسيت اصلا من اول ما بدا البيك واخذوا كميل، سيتو قال انا ما بدي الكلام الفاضي اللي صار معانا الجيم اللي فات، اعطيني كميل وخلص صفوا على جنب. بس ما توقعنا انه تمنكي يكون اداته ممتاز جدا بالجاليو، كان 9-1-6 تقريبا ولا 9-1-10 تقريبا، 20 من اصل 30 كيل كان عنده كل بارتيسيبيشن. نبدا معك المره هاي ثورند، ايش رايك انت بنتيجه هذه المباراه؟ يعني اسايد فروم انه والله اكسبكتد، يعني انا ما توقعته هذه الكلمه صراحه، لانه المفروض البرايورتي موجوده عند رينكتون وترندل بيلعب حوله. بس لا ننسى انه 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 التاور دايفز اللي صارت بوت خلت البوت كومبليتلي يوزلس. شوفها تي بي في الدقيقه 3 او دقيقه 4 اوردي شافوا ترندل موجود اسايد، اخذوا كل على رينكتون، قالوا اوكي ليتس جو اند دو ا روتيشن ناخذ بها كل بوت. صار مره ثانيه برضو دايف على التوب على البوت لين، يعني اهو دقيقه 7 يعني ما حتى لسه ما خلوهم، يعني في كان في فرق فارم، كان 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 ميميك 80 فارم اوبوزينج ازريل 30 فارم ولا 35 فارم، بس بيكوز اوف الروتيشنز هذه وما قدروا يسوي شيء طبعا في المقابل تيم رياضي، انه والله لا يقدروا ما يقدروا يسوي تريد فوق لانه كميل عندها اللي حقتها وشي كان ران اوي. التيم فايت هذه اللي صارت هنا في الهيرالد، for me this is the highlight of the day صراحة. الفلاش إيه اللي سواها مشعل كانت يعني so aggressive. five people إيه سوى جمب عليه نفس الشيء، منك على طول وومبو كومبو عجيب غريب، أدى لأنهم يفوزوا التيم فايت بكل بساطة وكل سهولة. طبعا لا ننسى أنه قبلها صار روتيشن، أخذوا دريك، صحيح أنه ما أخذوا تاور بوت بس خلصوا دريك ووردي في عندنا أدفانتج، نبغى نروح نأخذ هيرالد، لس دو أ روتيشن. أنا استغربت يعني، هذه واحدة من الحاجات اللي دائما نقولها أنا حكيم، لما أنت تكون متأخر don't try to fight في على objectives أو try to fight على objectives من الناحية المعاكسة، خلي الأوبجكتيف يتضارب معهم وخلي الأوبجكتيف تساعدك أنه أنت تقتل التيم الخصم، بدل ما إيه يوهوك على تراي تيك الأوبجكتيف وتخلي التيم الخصم يجي يتضارب معك. وهذا اللي صار معهم في هيرالد. هيرالد they started it، ضيعوا التي بي حقت فلاد من بدري، وصيته كان عنده تي بي وما جاء and they lost the team fight. ولا إيش رأيك كريم؟ exactly هذا اللي صار يا ثورند. فمن رأي المباراة انتهت يعني من التيم فايت في الريفت هيرالد، بعد حقيقة كذلك ميميك كان عنده تمركز وبوزيشنينج جميل جدا في التيم فايت. يعني الايرلي جانك في الميد انت كنت ما كانش اكسبكتد الجانك صحيح، ولكن رينكتون كان اوفر بوشينج في الميد وجانك ذا مريكيشي يعطي الادفانتج لصالح مانكي باش يعمل الفري رومز وياخذ البرايو في الميد. شفنا تي بي الاول في المينيت 3 اول دايف ليفل 3 كان عنيف جدا، هذا الدايف عطى الادفانتج للميمك ومشعل، بعدين في الليفل 6 عاد مره اخرى الى البوت
يعني خرج إزريل كومبليتلي من المباراة. يعني تذكر في الدقيقة 8 إزريل كان عنده 37 سي اس مقابل 80 سي اس من 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 طرف ميميك. شيء اخر في اكثر من 100 فارم يعني ما احنا متعودين على الفليمينغ هورايزن كونسبت عندنا. لما يكون واحد في نفس اللين معك عنده اكثر من 100 سي اس هي جوت يو اوت اوف ذا جيم. الفايت في الهيرالد ثورند اتوقع انها كانت 4-5 6 وكان في البوت يعني ربحوا الفايت 4-5 يعني كان في كومبو قوي جدا بين غاليو وإليس. كذلك في المينت 21 يا حكيم يعني الايتمز ميمك عنده البوتريك الرونانز والديث دانس سيتو عنده ترينيتي والموست كومبليتد ديث دانس غاليو بروتوبيلت وزونيا وميجاي. فكانت مستحيل بالبارم باف انه فريق رياضي اسبورتس يرجع في المباراه. فكان ففريق اي جي زي لعب بطريقه محكمه لعب راوند الميد الوين كونديشنز نتاعو. شار اوت الويكيشي اللي حقيقه عمل ايرلي جانكس مهمين جدا عطت ادفانتج للفريق. وكذلك سيتو سبيشال منشن للعب اللي ترند حاول انه يعمل كروس ماب بلاي في التوب ولكن سيتو عرف كيفاش يخرج من المأزق ومن البروبلم وما يموتش في اي جانك. فكل لاعبين فريق اي جي زد قاموا بالخطه كما يجب. وجيجي جيجي يعني راجعين بقوه ويحبوا ياخذوا الانتقام من نوك اوت سبورتس على ما اظن في الوينرز. اظن تعلمنا شيء جدا ضروري، سيتو ما تعطي كميل بيريد. شفت الابيوز ده في كميل. شفت الابيوز ده في لا تعطي اي، لا تخلي سيتو يلعب يعني. بدك تفوز لا تخلي سيتو يلعب، هذه نقطه. لا تخليه يلعب لانه هيخرب عليك وهيخرب عليك حياتك يعني. بس انه يعني حتى كنت عم تحكي على الفور في فايف كريم اللي صارت مع السات الفور مان اي ولا الفايف مان اي. لو 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 تسمع هلا وبتركز شوي تسمع انه لسه الشباب قاعدين بنطنطوا من كتر السي سي اللي عم يلعبوا بتصير يعني. للآن ما نزلوش على الأرض، خلصت الفايت وهم لسه قاعدين بنطنطوا من الألتي من عند كاليستا ولا من الجراند انترنس ولا عندك من اللي بدك اياه. كله كان عمال بيصير فيهم وسيتو ما كان موجود. لو كان سيتو كان 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 بي سي تبعهم انفجر. وهو يعني لو 5v5 it was unfair صراحة الأداء تبعهم كيف كان. ولكن بشكل عام طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما انتم شايفين مباريات بكره عندنا من التصفيات البحرينيه، عندنا اجرانو اي سبورتس راح يلعب ضد سايرن اي سبورتس، من عمان عندنا انجن عمان راح يلعب ضد اكليبس جيمنج، وسي اس اس راح يلعبوا بعد ما نزلوا على اللوجر براكتس يلعبوا ضد وينبل في التصفيات التونسيه. فهذول المباريات كلياتهم كلهم متابعين لنا. ومع ذلك لسه الشباب قاعدين بنططوا من كتر السي سي اللي قاعد بيصير فيهم. يعني عن جد موضوع صعب كثير لهم اللي صار. بس بنفس الوقت انا ليش عمال مندهش بالموضوع هذا، انه رياض اي سبورتس ليس بفريق ضعيف ولا لعيبه ضعاف ولا هذا، العكس عندهم مستوى راقي ومستوى عالي. فلما تشوف انت اي جي دي بيلعبوا بالغل هذا وبيلعبوا بالتركيز العالي، انا كتير حبيت اسلوب ويكي اليوم. بعدين ويكي بايدين السيجنتشر تشامبس اللي عنده لا تقلق ابدا، بالذات لما يكون تشامب مثل اليس. هو عمل الجيم، هي ديد هيز جوب، سبورتت الجيم سبورت وعمل يعني انيبل للفريق تبعه كمان، هي ديد هيز جوب. وما فيك تنكر يعني، بس محتاج الاستمراريه لانه فعلا بعد المباريات كان الاداء تبعه متراجع، وهذا شيء غير مقبول من واحد من مستوى واحد مثل ويكي، بالذات بفريق بقيمه اي جي زي. ويعني هدول ابطال، بدك تدخل انت مستواك عالي، بدك تلعب على المستوى الاعلى في كل لحظه وفي كل وقت. نتمنى لهم التوفيق، لسه عندهم مشوار طويل ليوصلوا للنهائيات وانه يضمنوا المركز الاول. ونوكات اي سبورتس او اي من الفرق الثانيه الموجوده في السعوديه ما راح يعطوهم المجال ياخذوها بسهوله. يو وانت ات يو هاف تو تيك ات، وهذا هو اللي لازم هم يعملوا. غير هذا كلياته بنرجع نشكركم مره ثانيه سموث جوين، تحليلكم از اولويز دائما اون بوينت وشيء يفتخر فيه. ونتمنى نحن نشوفكم اكثر واكثر في الاسابيع القادمه. بكرة أول مباراة هتكون الساعة 8 بتوقيت الإمارات أو 7 بتوقيت السعودية أو 6 بتوقيت مصر العربية. لا تنسوا تكونوا موجودين عندنا إحنا بكرة، البحرين، عمان، ومن ثم تونس. هنطلع من الخليج العربي ونسافر إلى المغرب العربي عشان نشوف بقية المباريات الجميلة هذه. وطبعا مثل ما نقول لكم أعزائي المشاهدين، Legion by Lenovo بقدم لكم اللابتوب Y740 الجيمينج لابتوب، من أحسن الأجهزة الموجودة في السوق حاليا، في عليها عروض في المتاجر القريبة منكم بلدان اللي انتم فيها. المزيد من المعلومات متوفرة لكم في التويتش شات،
ما عليكم غير تحطوا علامة التعجب برومو أو تنزلوا لآخر صفحة وتشوفوا الرابط موجود هناك. بالإضافة لهذا كله طبعاً الأغاني اللي إحنا بنحب نسمعها كتير من رايت جيمز متوفر لكم في بلايليست على سبوتيفاي اللي تستعملوها على اليوتيوب فيديوز تبعتكم أو لما تكونوا عم تعملوا ستريم على تويتش. برافقكم من دون أي نوع من المشاكل، الحقوق محفوظة لكم تستخدموها بشكل مجاني. ما عليكم تحطوا علامة التعجب سبوتيفاي في الشات وبيطلع لك البلايليست تقدر تستعمله على كيف كيفك. غير هذا كلياته شكر كثير كبير لكم متابعينا والف مبروك الفرق لك لكم خسر ونراكم بكره ويعطيكم الف عافيه. صباح الفول والفلفل.